مشاهدينا الأعزاء متابعينا لفاضل، أيها الحفل الكريم، متواصلين بحضراتكم مع هذه التحديات المستمرة والانطلاقات المتواصلة. ها نحن وإياكم مع انطلاقات الشوط الثاني عشر والمخصص للقعدان الإجداع، والمسافة هي 6 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة نقدية للحاصل على المركز الأول. بداية وإياكم نسير وإلى الانطلاقة الأولى لكي نتابع انطلاقة مهول علي بن صياح بن عيسى بن خلفان المنصوري، من ينطلق على الصدارة وعلى البداية الأولى. نتابع وإياكم، نتابع النقلة والدور إلى ثاني المراكز. هنالك الوصول من قبل إرسال جابر بن حسين بن مسعود الأحبابي الذي يتقدم على المستوى الثاني، وثالثا هنالك الوصول من الجانب الأيمن من قبل منذر القادم على ثالث المراكز، منصور بن سليمان بن ناصر بن علي الشامسي يتقدم على ثالث المراكز، بينما رابع المراكز نرى ونتابع فلاح سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي القادم على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز نشاهد وإياكم نقلتنا إلى خامس المراكز، ونتابع هذه الأسماء القادمة من الخلف نحو الصفوف الأمامية ونحو هذه الانطلاقات. هنالك مشاكل القادم سالم بن حبروت بن سلطان بن سيف الاكتبي الذي يصل على خامس المراكز ويتقدم بهذا النداء الأول للخمس المراكز الأولى وللشعارات الأهم والأبرز في هذا الموقع. ولكن البداية هنالك مع مهول. مهول الذي ينطلق على الصدارة وعلى البداية الأولى. علي بن صياح بن عيسى بن خلفان المنصوري أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة يتقدمون على المركز الأول وعلى المركز الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع بهذا التقدم المتميز بهذه الاندفاع الرائعة. ثاني المراكز هنالك إرسال جابر بن حسين بن مسعود بن هادي الأحبابي القادم على ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز شعار الشاعر من يتقدم على ثالث المراكز ويقدم لنا فلاح سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي على المستوى الثالث. نقلتنا إلى رابع المراكز وهنالك القادم منذر منصور بن سليمان بن ناصر بن علي الشامسي على المستوى الرابع، بينما النقل إلى خامس المراكز وهنالك نجد ونتابع الاسم القادم. وصل خداع عبد الله بن راشد بن سالم برويس الاكتبي القادم على خامس المراكز. برويس الاكتبي القادم على خامس المراكز المقدم لنا هذه الاندفاع. ولكن تابعوا تسلل القادم. وصل السلع محمد بن عبد اللطيف بن علي بن عبد الله الحمادي القادم على خامس المراكز، يقدم لنا السلع على خامس التحديات. هذه هي مشاهدين الأعزاء ومتابعين الأفاضل المجريات والتحديات التي تنطلق مع هذه التحديات، تحديات ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، درة الميادين الخليجية، وفي مهرجان جان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب العالمين، مع هذه الأجواء الرائعة ومنافسات الإجذاع، تحديات الأبطال والمنافسات الشريفة والقوية والأخوية والجميلة. ولكن العودة إلى مجريات الشوط، الأحباب بن
مسعود غير على الصدارة وعلى الانطلاق الأول مع انطلاقة رسال، ولكن تابع مهول الذي غير إلى الصدارة وانطلق إلى البداية استعداد مع هذه الانطلاقة الرائعة، وهذا هو الآن ينطلق مهول علي بن صياح بن عيسى بن خلفان المنصوري على البداية وعلى الانطلاقة الأولى، بينما نتابع وإياكم انطلاقة ترسال جابر بن حسين بن مسعود بن هادي الأحبابي، ثالثا هنالك فلاح سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي على المستوى الثالث. النقل إلى رابع المراكز، وصلت الأسماء الآن، الشعارات تقدمت، هنالك سيل جارف من هؤلاء الأبطال نحو المراكز المتقدمة. الآن القادم والواصل وصل الآن منذر منصور بن سليمان بن ناصر الشامسي على المستوى الرابع، النقل إلى خامس المراكز، وصل هنالك وتقدم ذحاح عبد الله بن راشد بن زيد بن نديلة على خامس المراكز، وهنالك من الجانب الايسر القادم الواعي عتيق بن سالم بالكعم بن سعيد العامري على المستوى الرابع، بينما النقل الى خامس المراكز وصل الان وتقدم الجارح محمد بن سالم بن مبارك النابت، ولكن وين؟ هذا هو مهول على الصدارة، مهول على البداية مع هذه الانطلاقة الرائعة والعصا في الابطال، ولكن حرك راعي مهول، انطلق مع هذه الانطلاقة الجميلة، وتابع يلي بتابع الانطلاقات الكبيرة. وصل الاحبابي على المستوى الثاني، وثالثا الجارح مع انطلاقة محمد بن سالم النابت على المستوى الثاني، وثالثا القادم الاحبابي، ورابعا تابع انطلاقة ذحاح عبد الله بن راشد بن زيد بن نديلة، ولكن انطلق ارسال بشعار الاحبابي الذي ياتي بانطلاقة جابر بن حسين بن مسعود الاحبابي، والسيارة مع ارسال يهدي هذا الانتصار الجميل والغالي الى الاحبابي الذي قاد وتابع لنا ارسال. ثاني المراكز حضر وتواجد دحاح عبد الله بن راشد بن نديلة، ثالث المراكز تابعنا واياكم انطلاقة محمد بن سالم بن مبارك النابت مع الجارح، رابع المراكز كان الوصول من الفارس عامر بن علي بن سالم الهاشمي، بينما خامس المراكز تابعنا وإياكم لحظة وصول مهول علي بن صياح بن خلفان المنصوري، 9 دقائق 19 ثانية جزئين من الثانية، هكذا كان توقيت إرسال جابر بن حسين بن مسعود الأحبابي. ثاني المراكز شاهدنا وياكم دحاح بشعار بن نديلة، عبد الله بن راشد 9 دقائق 19 ثانية 48 جزء من الثانية، وثالثا لحظة الفوتو فينش عند خط النهاية، وكان الأجدر من بين الفوتو فينش الفارس عامر بن علي بن سالم بن عامر أو عامر بن علي بن سالم بن علي الهاشمي، 9 دقائق 19 ثانية 78 جزء من الثانية، تهانينا وألف مبروك.